تأتي هذه المشاركة في تعزيز دور الجامعة جامعة الملك فيصل المجتمعي والوقوف مع المجتمع المدني من خلال الجمعيات التعاونية وبالأخص الزراعية تعزيزا لدعم المنتج الوطني وإيجاد حلول للتحديات القائمة وتطوير منتجات تحويلية ذات عائد اقتصادي ينعكس على الحفاظ على الأمن الغذائي كجزء من هوية الجامعة المؤسسية وكذلك تجسيدا لدورها في خدمة المجتمع. النهاردة بنشارك في الركن الملتقى الجمعيات الزراعية كوحدة بحوث أمراض النبات كممثلة عن جامعة الملك فيصل، نعرض فيها الأنشطة كافة الأنشطة الخدمية والبحثية اللي بتقوم بيها وحدة آفات وأمراض النبات، منها حصر الآفات الحشرية والأمراض النباتية الفطرية والبكتيرية على كثير من محاصيل الفاكهة وعلى محصول من ضمن محاصيل مهمة جدا في المملكة هو محصول البن.